وصل على بالمواكب الحسينية نطبخ طبخ مجاني ما ناخذ عليه مقابل، واللي هي خدمة نعتبرها خدمة لأبي عبد الله. مكونات القيمة النجفية تتكون من أول مرة الحمص واللحم والبهارات الخاصة بها، بهارات خاصة بها يعني. فالحمص مالتنا لازم يصير موازي ويا اللحم، يعني اذا 50 حمص 50 لحم. فمن نجي اول ما قدرنا مثلا هذا القدر اللي امامكم نسهل بصل ونسهل الشحم عليه، الدور نذب لحمنا والبهارات الصفراء عليه، نسهيها يعني البصل واللحم نسهيها بحيث يعني فتره 10 دقائق الى ربع ساعه. بعد ذلك ايش راح نضيف؟ راح نضيف الحمص مالتنا وراح نضيف الماي مالتنا ونكبسها كبسه صحيحه، ونخلي هاي الكبسه فتره 7 إلى 8 ساعات الى ان الحمص هاي جايه عندنا يعني مثل مهروسه نقول احنا بالمثل، واللحمايه نسحب العظام مالتها نسحب مايها، وضل عمليه ضرب التخماخ اللي جاي شوف انت امامك. هاي ضرب التخماخ تطول عندنا ساعة ونص الى ان تنمرد القيمه تتشابك ويا اللحم. بعد ذلك نضيف موادنا ونضيف معجوننا ونضيف الزيت مالتنا ونضيف الهيل مالتنا، والتوفيق من الله ان شاء الله. عاشور نقعد تعزيه، يصعد عندنا قارئ القران من العتبه، بعدها يجي شيخ زمان الحسناوي، بعدها يصعد الرادود احمد الفتلاوي، عندنا قعده، بعدها يصير عندنا لطم، بعد اللطم عندنا وجبه عشاء. الوجبه عندنا 13 قدر تمن او قدرين قيمه، قدر القيمه ياكل 100 كيلو لحم. نحضرهن نهيئهن، الولد يباتون هنا عندنا، الولد يباتون 13 يوم هنا بهذا المكان. اللي يحضر اللحم، اللي يحضر البصل، اللي يحضر المكان، اللي يطبخ، يتهيأ هذا الموضوع حتى يوصل لنا الوقت اللطم. بعد اللطم نلقى الامور جاهزه، كل فرد بالموكب عنده فقره يسويها الى ان توصل بعد اللطم. يوزعون عندنا مجموعه شباب هنا مثل الوليد، الشباب يوقفون يصبون المواعين التمن والقيمه، وتقدر تصورها. بعد شويه يهيئون العشاء للطامه وللحضور وللناس اللي جايتنا، واهلا وسهلا بكم.